بسم الله، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. اليوم بإذن الله غادي نوجدوا واحد الشاورما، غنديروا لها الخبز ديالها. هو في الأول هذا الخبز ماشي تورتيه، كيجي خبز بطبوط خفيف من الداخل، يعني كيجي زوين، الطريقة ديالو زوينة وكيجي خفيف وسهل يعني في التحضير. كنحتاجوا ليه 500 غرام ديال دقيق الفورص، دقيق أبيض، نصف الكمية ديال الفينو أو السميد الناعم، معلقة عامرة ديال خميرة الخبز، معلقة صغيرة السنيدة والملح. غادي نعجنوه حتى نحسو على واحد العجين لين ومتماسك في نفس الوقت، ما يكونش قاصح. نخليوه يرتاح وغادي نرجعوه باش نكملو. دابا من بعد ما خليناه خمر حتى طلعت فيه الخميرة مزيان، ها هو كما كتشوفوا طلع مزيان. شوف العجينة ديالو كيفاش كتجي، القوام ديالها. نضربوها شوية يخرج منها الهواء. غادي نرشو سطح العمل بشوية الدقيق حيت هو شوية كيتلصق كما كتشوفوا، حيت خفيفه العجينه ديالو. هذا هو السر ديال النجاح ديالو، ضروري تخمر بحال هكا الخميره الاولى. غادي نضربوها بيدينا شويه، نجمعوها باش يخرج الهواء. صافي، وغادي نستعملوا شويه الدقيق ضروري حيت كتلتصق شويه باليدين، وغادي نبداو نشكلو فيها. نشكلوها كويرات صغيره صغار، ماشي كبيره حيت هي كتورق بالمدلك، كيبغيو يجيو كويرات صغيره حيت من بعد غادي في الطهي ديالها كتحل، دونك خاصها تكون كويرات غير صغار. نشكلهم بحال هكايا ونرجعو ان شاء الله نكملو. دابا هاهي شكلت الكويرات ديالي كيفما كتشوفو، كنحطهم فوق واحد السيف ونكمل ان شاء الله معكم. دابا هنايا مشكلت هاد الكويرات كيف ما كتشوفوا صغيره، غادي نغطيها وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى عاد ترخف شويه، باش يعني منين بغينا نديروا ليها المدلك نلقاوها سهله. صافي، واحد 5 دقائق بالضبط ونرجعوا ان شاء الله. دابا من بعد ما ارتاح لينا غادي ناخذ الكويرات، غنرشو شويه زيت دقيق هكا، وغادي غادي نبسطوهم بالمدلك يكونوا في السمك ديالهم رقيق. غادي نبسطوهم على شكل طويل شويه، بيضاوي بيضاوي يعني، عفوا بيضاوي، يكون شكل طويل بحال هكا. دغيا كيتورقوا دغيا مع هما ارتاحوا، العجينه ديالهم كتكون مزيانه في الخدمه ما كتعذبش. صافي، كنديروا لافارين مزيان وكنبداو نديروا المدلك على هذا الشكل، كنبسطوهم رقيق. شوف كيفاش كتكون العجينه، كتكون العجينه رائعه. صافي، وكنبداو نبسطو وكنحطو تماك، غنخليهم غنبقى غاده بحال هكا. غادي نخليه ونكمل، وغادي نخليه يخمر مزيان ونرجع باش نطيبوه ان شاء الله. دابا من بعد ما خمر لينا المقله ديجا راه سخنات، غادي نبداو نطيبوه فيه. ما كيخمرش حتى كيطلع الفوق بزاف،
يبدا يخمر صافي كنبداو نطيبو فيه. المهم كنحطوه في المقله وكنقلبوه ديك الساعه، يلا كنحطوها كنقلبوها ما كنخليوهاش حتى كطيب من التحت، غير كنحطوها كيف ما كتشوفوا باقا خضره من التحت، كنقلبوها وكنبقاو غير نقلبوه شاك فوا كنبقاو نقلبوه. هذا هو السر ديالو باش كيجي من فوق، ضروري هاد القضيه هاد العمليه نقومو بها. صافي كنقلبو ثاني بحال هكا، نبقاو غاديين بحال هكا حتى كيبدا يتنفخ. صافي كيف ما كتشوفوا ها هو دابا كيتنفخ، شوفوا كيف كتشوفوا كيجي خاوي من الداخل، يعني السر ديال الطياب ديالو في هذاك القليب. شاك فوا نبقاو نقلبوه، يعني واحد 10 ثواني، من 10 ثواني 10 ثواني كنقلبوه بحال هكايا او اقل. صافي باش كيتنفخ هكايا، ما كيجيش معجن من الداخل ولا فيه الباب، كيجي خاوي كيف ما كتشوفوا. ما كنحمروش بزاف حيت مازال غادي نديروه في الاله ديال البانيني، دونك ما غاديش نحمروه، غادي غير يوقف بحال هكا يعني ينشف ويطيب ما يبقاش. بالنسبه للمقادير ديال الشاورما اللي غادي نستعملو، عندي هنا واحد 500 غرام ديال الصدر ديال لاداند، انا عندي هنا صدر ديال لاداند، ممكن تستعملوا صدر ديال الدجاج ولا اي، المهم اما الصدر ديال لاداند ولا الدجاج مغسول مزيان بالطبع وهذا، وقطع رقيق. هنا واحد معلقه ديال لاموطارد صغيره، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الشاورما اللي ما عندوش ما يمكن استغناء عليها، واحد القطراس ديال الحامض، شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم البلدي، وشويه الفلفله حمراء حلوه. انا هنايا كنستعمل شويه ليزيرب دو بروفونس، يعني اعشاب منسمه، عا كنستعملها ماشي ما كدارش في الوصفه، انا كتعجبني هي والبودره ديال الثوم واحد شويه فقط، وعندي واحد علبه ديال الدانون مسوس، ياغورت مسوس، وكما قلت لكم هنا واحد شويه الهريسه اللي كيبغي الحار كيدير شويه الهريسه، اللي ما بغاش بالطبع ما غاديش يستعمل. صافي غادي ناخذ العناصر كلها غادي نخلطوها. Thank you.
صافي هنايا من بعد ما درت التوابل كلها غادي نرقد فيها هاد اللحم اللي عندي ديال الدند، وغادي نخلط مزيان بعدا، وغادي نخليها على الاقل واحد 4 ساعات ترقد مزيان باش تشرب ديك العطريه وهذيك التوابل كلها اللي درنا باش تتلذذ بها. اي دابا خلطناها مزيان كيف ما كتشوفوا، تخلطات مزيان، غادي نخليها نغطيها بواحد فيلم اليمونتيغ كما قلت لكم، وغادي نخليوها واحد 4 ساعات ترتاح، واللي ما عندوش الوقت يقدر يخليها غير واحد ساعة. بعد ما ترقد لينا كما قلت لكم انا خليته 4 ساعات، اللي ما عندوش الوقت يخليها غير ساعة. المهم غادي نديرو فوق النار، ولكن النار تكون على درجة الحرارة عالية، ضروري كيبغي درجة الحرارة عالية. هذه خطوة مهمة باش ما يطلقش الماء، حيت الا درتو درجة منخفضة كيطلق الماء وما خصو يطيب بهذه الطريقة. هو يا هذا الشاورما خصها طيب بحال هكا. صافي كنبقى نحرك فيها مزيان بحال هكا، وكما قلت لكم درجات الحرارة راه عالية، وغادي نخليها بحال هكا ان شاء الله كطيب. مرة مرة ما نغطيها ما والو، نخليها هكا، ومرة مرة غادي نحرك. هيا هي كيف ما بدات كتطلق، واحد شويه الماء ديالها ضروري حيت درنا فيها ياغورت، والماء ديالها هي هي. نبقى نحرك بحال هكا هي ونرجع معاكم ان شاء الله. هنا كيف ما قلت لكم راه طابت تقريبا، ما بقاش فيها الماء بزاف، نخليها غير واحد شويه تنشف شويه فقط، نحركوها البيض حتى ثواني ونطفيو عليها النار ان شاء الله. صافي هنايا راه كلشي عندي واجد، هانتوما كيف كتشوفوا الخبز كيفاش كيجي، راه خاوي من الداخل خاوي. دابا غادي نقول لكم شنو عندي هنايا، شويه المايونيز اللي كيبغيه بالطبع، شويه الصلصه الحاره يعني الهريسه اختياريه، شويه مطيشه والبصله مقطعين هكايا رقاق، وهنايا شويه الخس منشف مزيان مغسول منشف مزيان، وهنايا فخوماج ديال الساندويش، وهنا الحشوه ديالي هاي بردات. غادي ناخذ الخبز وندير كيف ما قلت لكم، اللي ما كيبغيش المايونيز ما يديروش، ماشي ضروري. ندير شويه المايونيز وندير اوراق ديال الخس هكا، ندير شويه من الدجاج، انا عندي هنا كما قلت لكم لادانت شويه ديال الحشوه هكا، وغادي ندير هنا الفرماج. هاد الفرماج الساندويتش كيجي لذيذ في هاد الشاورما كيجي فيها لذيذ. قطعوها هكايا، ندير شوية المطيشة، ندير شوية البصلة هكا، صافي وغادي نكمل بهذه الطريقه. واللي كيبغي الحار غادي يدير شويه الهريسه، هنا غادي نديرو في آلة سبانيني باش نبريسيه، هاي عندي كملت الساندويشات. هنا درت معاه واحد شويه الفريز ضروري، انتما كيفاش كيجي، راه كيجي رائع، خصكم تجربوه غادي يعجبكم. ورافقته بواحد الصلصه
اللي خديت فيها واحد ياغور مسوس، زدت عليه معلقه المايونيز وشويه الملح وشويه البزار وشويه العصير الحامض وشويه المعدنوس مقطع صغير وشويه البودره ديال الثوم. هادشي كله خلطته، والنصف الاخر اللي كتشوفو احمر زدت عليه شويه الهريسه، يعني اللي كيبغي الصلصه حاره كيديرها، واللي كيبغيها ما حارش راه كيديرها. كتجي هاد الصلصه رائعه. كنتمنى هاد الطبق يعجبكم وتجربوه وينال اعجابكم، وما تنسونيش باللايك واشتراك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش توصلوا ديما بالجديد. والى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.